رجال معصب وقتها خالي داخله وما ادري شنو ود مو راضي هذاك سوى هذاك هو من الجنسيه المصريه ونعم باخواننا اهل مصر كلهم مسي عليهم بالخير ولا الله يمسيهم يدز خالي دزه من يدينا قال لا وخر كذي بس دزه يوم دزه بهذاك الوقت تمنيت القاعه تنشق وتبلعني ولا اني انحط بالموقف هذا اول ما دزه يا رجاجي شنو ردت علي راح تصير الله العظيم وبالله الكريم يا اني خنقته وعلقه بالطوف واكنسه من رجلين وشيل بفوق وهدى بالقاع اصلي اللي موجودين كلهم الحين ضايعين ما دريت الا اللي ماسكني من رقبتي ومقومني رافعني وساطرني طلع خالك جابر تمنيت الدنيا هني تذبحني يا شينا بحياتي كلها ما انطقيت من هذا انطق من خالي جابر مساوي الو كان طيب جوا 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 برده شباب لا تقطعها يا عايضل زايد هنا هنا حط داشين بسالة اسلم 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 ورد ورد احمد احمد ويضرب خالك زايد خالك جابر عفوا يوم انه ضربني ابشر الحين يوم انه ضربني انا تضايقت ايش سوي طلعت من المستشفى ركبت السياره صرت ادق سلفه واحده يا ربع تضايق حدي رسينا سمت فاضي يوم شغل الكاميرا سوا سال بكيت ولا لا والله العظيم يا ان دموعي تغرق طيب ما هو غرق ما هو بس من الموقف من لا ضمن من خالنا الوكاد قاعد نسولف يا الناضج كمل الوكاد ودق سلفه روح البر ساعه ساعتين الا دقين علي خوالي تعال المستشفى بشر سعود سعود الدكتور يبي يا سعود تف سبحان الله طقت خالي شنو لي قال والله العظيم المصري يقول اخوي في الله يقول ان الولد هذا انا ما راح اسمح له على الشيء اللي سواه هذا الموظف راح ارفع فيه قضيه يوم رد بالكاميرات شاف خالي منو طقني وجيت تعذرت من اخونا المصري تعذرت منه وتأسفت انا اسف حق عليه واللي تبيه حاضر الا على جيد جدي جدي مطوع امام مسجد وكلم انت يا اخونا في الله المصري ايش قال؟ قال والله العظيم لو مو الطقه اللي جت من خالك لو إيه ولو مو كرامه لهالشيبات اللي واقف والله العظيم بالله الكريم ماني مسامح لكن لجل الطلاق قالها لجل الطلاق لجل هالرجال الكبير في العمر ماني مسامحك من هالموقف هذا والله العظيم وبالله الكريم لو تسطرني طراد اقول لك فكني من شرك